بسم الله الرحمن الرحيم. عبد اللطيف فيلا، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اليوم عندنا هذا اللقاء في الملحقة ديال الغرفة ديال تطوان، واللي كيشمل واحد المشروع ديال الشراكة اللي مع مجموعة ديال دول البحر الأبيض المتوسط، واللي هي إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، تونس، موريتانيا والمغرب، واللي يهتم بالسياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق. وهذا الموضوع كان كيشمل الاهتمام ديالنا كثير، بحيث هالمنطقة ديالنا كان عندها واحد مجموعة واحد عدد كبير ديال الساحل اللي عندنا على البحر، ولكن الاستفادة من البحر ما كنستافدوش منها، والاقتصاد الأزرق اللي الدول الأخرى اللي خدات تجربة. وكان باش دخلنا في هذه الشراكة هذه باش ننقلوا التجارب اللي عاشوها سواء في إيطاليا ولا فرنسا ولا في إسبانيا، وكذلك الدول الشقيقة تونس وموريتانيا اللي عندهم تجارب كذلك، اللي يمكننا حتى احنا نخدموها باش نحاولوا ما امكن خلق فرص الشغل، وخصوصا في المناطق النائية اللي كتجي سواء في المناطق حول البحر الأبيض المتوسط اللي كتشمل من الحسيمة حتى طنجة. على ذلك قمتم بزيارات مجموعة المناطق وكلا نعم، في هذا البرنامج فيه كيمتد على عامين ان شاء الله، اللي بدا في شهر 9، واللي كانت الزيارة الاولى كانت في كورسيكا في جزيرة الكورس، واللي كان انطلاقه ديال المشروع من تما. واليوم هذه ثاني لقاء اللي كاين، واول تجربه اللي غتكون في هذا البرنامج غتكون في المنطقه ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه، واللي كان وكانت زياره حقيقه البارح، كان نهار يوم ممتع ومتميز، لان الشركاء ديالنا من هذه الدول كلها عملوا واحد الزياره سواء المنطقه ديال الزرقاء ولا الجماعات القروية سواء جماعة أزلا أمسا، وكذلك الجماعة ديال ودلو، واللي مشاو في هذا الطريق الساحلي، واللي شافوا اللي كتزخر به هذه المنطقة ديالنا من الناحية الطبيعية ولا من الناحية البحرية، سواء الشواطئ سواء وتكلموا مع الجمعيات، بعض الجمعيات اللي كتهتم سواء بالصدف البحري، ولا كاين جمعيات ديال الصيد البحري، وكاين جمعيات ديال الفخار، كاين جمعيات ديال هذاك المآوي ديال السياحيه، واللي مهمه جدا اللي خصها تطور وتهدى. واليوم عندنا هذا اللقاء اللي مجموعه فيه مجموعه ديال المقترحات ديال المشاريع اللي غندرسوهم وغادي ناخذوه بعين الاعتبار، اللي يمكن شنو هما المشاريع اللي يمكن لها تنجز واللي غادي تمول ان شاء الله. الاختيار ديالنا غيكون في هذا الاتجاه هذا في هذه اليومين هذه، وان شاء الله ربي كنتمنى التوفيق وننجحوا في هذه المهمه ديالنا كامل، وشكرا. Donc très heureuse de me retrouver ici à Tétouan, invitée pour ce Reboot Med, donc un workshop d'échange important sur le tourisme durable, et notamment avec des thèmes spécifiques comme le pescatourisme ou le tourisme bleu. Donc des échanges très très importants sur l'écotourisme. Beaucoup de chances de comprendre ici à Tétouan comment se développe le tourisme et quelle orientation il prend, avec une visite guidée hier dans la province qui m'a permis d'appréhender un peu mieux le fonctionnement. Donc nous avons la volonté en Corse d'échanger avec les pays méditerranéens, donc le Maroc fait partie de ces échanges, et aujourd'hui nous avons tissé des liens forts, et je reprends ma casquette puisque je suis présidente de l'agence du tourisme de la Corse, donc élue conseillère exécutive de Corse, mais je reprends ma casquette de maire de l'île Rousse, qui est une commune de Corse, et très heureuse d'avoir pu échanger aujourd'hui avec le maire de Tétouan et d'avoir tissé ces liens que nous allons garder forts pour pouvoir faire des échanges de commune à commune, de pays à pays.